اهلا بحضراتكم من جديد. حانوا العمل الخيري والاهلي في مصر شيء راسخ وقديم، وكل الناس على اختلاف طبقاتها الاجتماعيه واختلاف مستواها الاجتماعي واختلاف دخلها بتروح بطريقه فرديه تعمل خير. وكان عندنا في وقت من الاوقات يمكن حاله من التنافسيه السلبيه ما بين الجمعيات الخيريه وجمعيات المجتمع المدني. واول ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن عام 2022 عام للمجتمع المدني، اعتقد انه كان اولى مطالب مؤسسات المجتمع المدني في الوقت ده انه يكون في اليه ما للتنسيق ما بينهم. ومن هنا كان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. والحقيقه انه ده خلى الناس يبقى عندها حاله من الثقه في انه تبرعي هيوصل للي يستحقه، لانه كان في حاله كده من التنافسيه السلبيه زي ما بقول لحضراتكم. وجود لتكدس الحقيقه لجمعيات خيريه ومؤسسات مجتمع مدني في مكان ما وشح في تواجدهم في اماكن اخرى. مستشفيات واحده واثنين وثلاثه الاورام في مكان ما وخلو اماكن ما من هذه المستشفيات. فالحقيقه انه ما تحقق من خلال التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي هو مساله عداله توزيع التبرعات دي وانها توصل لمستحقيها، وده خلى الناس يكون عندها ثقه كبيره انه بلاش نشتغل بطريقه فرديه، لانه اكيد لما تشتغل بطريقه فرديه مش هتقدر توصل لكل الناس، ويمكن اصلا تكون بتتبرع في الحته اللي مش محتاجه هذا التبرع. خلينا اتكلم على حضراتكم عن مبادره مهمه جدا قبل شهر رمضان، ووقت مهم جدا للتكافل الاجتماعي اللي هو الحقيقه سمه مهمة جدا من سمات الشخصية المصرية، هي مبادرة كتف في كتف. دي مبادرة لدعم أهالينا في كل حتة في مصر قبل شهر رمضان، أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. والحقيقة أنه هي من أكبر المبادرات للحماية الاجتماعية اللي موجودة دلوقتي في مصر. وزي ما بقول لحضراتكم كل سنة وأنتم جميعا طيبين وبخير، وإحنا بنستقبل شهر رمضان المبارك، مهم جدا مسألة العطاء وإن إحنا نأكد على هذه المسألة. ويعني ما شاء الله والشعب المصري دايما زي ما كنت بقول لحضراتكم على اختلاف المستويات، الناس كلها بتعمل خير والناس كلها بتشتغل، لكن العمل بطريقة نظامية هتخلينا نوصل لكل الناس، هتخلينا مع هذه الأزمة الاقتصادية اللي مأثرة على الكل بكل تأكيد نقدر قبل رمضان نتأكد انه بإذن الله مفيش بيت في مصر يعني ترابيزته تكون فاضية ما عليهاش أكل. نقدر بإذن الله إن احنا نوزع كراتين الأكل دي لكل حتة في جمهورية مصر العربية، وده اللي احنا محتاجين إن احنا نوصل له عشان نكون مطمئنين في بيوتنا إن أهالينا في كل مكان في رمضان فرحانين وإحنا كمان نفرح معاهم. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن هذه المبادرة. معانا دلوقتي أستاذ محمد سيف النصر، مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. مساء الخير على حضرتك، ويعني عايز أعرف كده وصلتوا لإيه في المبادرة، ونفهم الناس إزاي هذه المبادرة كتف في كتف بتوصل لكل حتة في جمهورية مصر العربية علشان الناس تكون عارفة تبرعاتها رايحة فين، تكون عارفة آلية العمل. مساء الخير على حضرتك يا فندم وعلى الساده المشاهدين. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه قرب حلول شهر رمضان الكريم، ربنا يعيده علينا وعلى شعب مصر كله بالخير واليمن والبركات. يمكن احنا النهارده كنا متواجدين في 16 محافظه، 16 محافظه بنقوم بتعبئه وتوزيع الكراتين على الاسر الاكثر احتياجا طبقا لقواعد البيانات اللي موجوده عندنا من كافه المؤسسات والجمعيات داخل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. ويمكن انا سمعت حضرتك يا فندم ومحضرتك في المقدمه بتقولي ان التحالف الوطني وصلنا لفكره ان احنا نكون متكاملين مع بعض وان تكون قواعد البيانات قواعد بيانات واضحه وواحده نقدر ان احنا كلنا نشتغل عليها، ما تبقاش الخدمه بتروح لاسره واحده من مكانين مختلفين واسره ثانيه ما اخدتش اي حاجه خالص. وده يا استاذ محمد بيبقى مسكن للازمه لكن ما بيحلهاش. احنا عايزين نوصل لحلول نهائيه للازمات اللي بتواجه اهالينا الاكثر فقرا. احنا اهالينا الاكثر فقرا يا فندم في مصر كلهم تحت مظله الحمايه الاجتماعيه، احنا كلهم هنوصل لهم لغايه ابعد نقطه
في النقط الحدوديه والمحافظات الحدوديه. يمكن احنا كنا موجودين لسه من 3 أيام بالظبط في محافظه جنوب سيناء في شرم الشيخ، بنروح لابعد نقط موجوده كافة محافظات مصر وكافة الأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر كلها المختلفة إلى أبعد نقطة هنوصل لها. النهاردة احنا كنا موجودين في أسوان، موجودين النهاردة في 16 محافظة بفعاليات مختلفة من خلال المؤسسات والجمعيات المختلفة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. اللي بصراحة شديدة يا فندم خلينا نشيد بفكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي سهل كثير من عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني تحت مظلته، اللي يمكن عانت لفترات طويلة من الشغل على المستوى الفردي. ما كناش أول مرة نشوف شغل جماعي كده، كلنا بنشتغل النهاردة مع بعض، كلنا فعلا كتف في كتف. هي مش مبادرة، مش مجرد كلمة عادية، لا ده هو إحساس كلنا حاسين بيه، كلنا حاسين ان احنا لازم نكون متشابكين مع بعض عشان نقدر نوصل بالخدمة المميزة لأهالينا الطيبين في مصر كلها. طيب أستاذ محمد، ده إحساس كنتوا وانتوا شغالين في هذا العمل الأهلي التنموي، والحقيقة يعني بختوكوا بيه، إحساس الناس على الأرض وصل لهم الاختلاف؟ وصل لهم مسألة انه بالتأكيد هو يعني المواطن الغلبان ده ما يفرقش معاه مين اللي جاي بيعمله الخدمة، المهم ان الخدمة توصل له. الأماكن اللي ما كانتش بتوصل لها الخدمات دي النهاردة وانتوا موجودين، ردود أفعالهم إزاي؟ وإزاي مستقبلين مسألة أنه الدولة وصلت لهم وبيقولوا لكم إيه؟ يعني يمكن همهم أكيد هو استمرار وصول الخدمة دي ليهم. يمكن انا مش قدامي شاشه دلوقتي، فمش عارف حضرتك شفتي المشاهد النهارده في المحافظات ولا لا، لكن خلينا اقول لحضرتك يا فندم ان المشاهد اللي حضرتك هتشوفيها في الشاشه دي اقل بكتير من اللي موجوده في ارض الواقع. خلينا اقول لك ان الناس في قمه السعاده وفي قمه الانبساط، خصوصا وهم بيتنافسوا الشباب المتطوع بيتنافس على خدمتهم بخدمه مميزه. واهم ما بيميز الموضوع قد ايه النهارده الشباب المتطوع في كافه الجمعيات داخل مظله التحالف الوطني هو حريص كل الحرص على انه يقدم خدمه ويوصل الخدمه دي لمستحقيها بالفعل. كل ده خلى الناس عندها حالة من حالات السعادة والرضا اللي يمكن هتلاقيها مرسومة على وشوش وجوه ناس كتيرة قوي من أهالينا. كمان النهاردة المتطوعين عندنا في كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية دول كلهم يا فندم النهاردة من داخل قرى ومحافظات ومراكز ومدن جمهورية مصر العربية. كلهم النهاردة يا فندم بيساعدوا في كشوفات الحالات كلها المستحقة عشان نقدر الخطوة. طيب أستاذ محمد، أنا وحضرتك بتتكلم عن المتطوعين الحقيقة، ودي من الحاجات المفرحة اللي موجودة فينا، وتأكد أنه الخير فينا حتى ولو بنعدي بأزمة اقتصادية عالمية، لكن الناس بتتسارع أنها تعمل خير. كل الناس بتسأل إزاي نتطوع ونشترك في مبادرة كتف في كتف، والناس كلها بتتكلم عن المبادرة. تقول إيه للشباب اللي عايزة تشترك دي؟ أنا فاهمة أنه هو لازم يكون مشترك في مؤسسة للمجتمع المدني ويشتغل من خلالها. لا يا فندم، أنا عاوز أقول لحضرتك على حاجة النهاردة كانت حاجة بتحصل لأول مرة. النهارده كنا بنتلاقى اهالينا وشبابنا في كل مكان اللي مش متطوعين حابين ان هم ينزلوا ويكونوا متواجدين معانا ويشاركوا معانا، حابين اللي هم يتطوعوا معانا ويتطوعوا في الجمعيات عشان يساعدوا اهالينا. وهي دي عظمه الشعب المصري اللي بتجسد كلمه كتف في كتف. كلمه كتف دي يمكن احنا اما حد حتى باللغه العاميه كده بيقول، ما واحد بيطلب من واحد خدمة فبيقول له رقبتي ليك، هي دي كلمة مش قليلة، عشان احنا فعلا شعب كريم وشعب جدع وشعب مش هنسيب بعض. لا احنا لازم نفرح رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمر بيها العالم كله وبتمر بيها مصر، لكن احنا لازم نفرح. وبإذن الله بإذن الله رمضان هيكون شهر الخير علينا كلنا. فيما يخص اللي حابب يتطوع، كافة المؤسسات المجتمع المدني داخل مظلة التحالف موجودة في كافة محافظات مصر. يقدر ان هو يتطوع من خلالها. احنا كمجلس الشباب المصري عندنا اكتر من 20 مكتب تنفيذي، يقدر النهاردة اي حد حابب ان هو ينضم لنا يتطوع بمجرد ان هو بيدخل على صفحة المجلس الرسمية وبيكتب ان هو حابب ان هو يتطوع، بتتواصل معاه
الفرق الخاصه بعمليه التطوع ووحده المتطوعين، وبتبدا ان هي بتاخده وتستلمه، وتبدا ان هي كمان تاهله من خلال برامج تدريبيه مختلفه، يقدر النهارده يكون كمان مش مجرد متطوع عادي، لا ده كادر يقدر ان هو النهارده يفيد البلد في اي موقف او في اي ازمه. طيب استاذ محمد، يبقى السؤال، هيحصل ايه يوم 17 في استاد القاهره الدولي؟ مبادره كتف في كتف الناس منتظره. هو في الحقيقه يا فندم اللي بيحصل ده ما حصلش في العالم قبل كده، ان احنا النهارده نطلق مبادره بتستهدف 4 مليون كرتونه هنوزعها على الاسر الاكثر احتياجا، دي اكبر مبادره في يشهدها العالم كله للحمايه الاجتماعيه، دي ما حصلتش قبل كده. وده هيتم ان شاء الله في استاد القاهره، هيكون في مجموعات من الشباب بتجهز وبتعد الكراتين دي كلها عشان نبدا ان احنا نوزعها خلال شهر رمضان كله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد سيف النصر، مدير المكاتب التنفيذيه بمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.